نخش على اللي بعده. عايز اعمل فوكاشيا النهارده والاول مره وحقوق الطبع لدينا وبس، له تبذير ولا مثلا نقول ان احنا يعني بنقول ان احنا يعني نقدر نعمل اي؟ لا خالص، والله جت الفكره عندي سلمون حلو، كان عندي عزومه وعامل سلمون، فجبت السلمون ده كده نعمله مع بعض النهارده فوكاشيا. الفوكاشيا عباره عن الاتي: العجينه هنطلع بمقاديرها عباره عن 4 كوبايات من الدقيق، بياخدوا معلقه خميره، بياخدوا معلقه بيكنج باودر، بياخدوا بيضه، بنعجن العجينه ديت بواسطه حليب او ميه حسب الرغبه، عايزها بحليب او ميه زي ما انت عايزه، ده مش باختيارك انت، وتحط لها 1/4 كوب من زيت الزيتون في العجينه بشويه ملح ومعلقه سكر. عجننا العجينه بتاعتنا، بنسيبها تتخمر، فيها 2 عضلات، ايه العضلات بتاعتها؟ خميره وبيكنج باودر، الاثنين بيخلوا لك عجينه الفوكاشيا هشه كده عامله زي الكيكه الاسفنجيه اللي هي العجينه اللي معايا دي كده، تفاصيلها اهي زي الفل، دي مرحله التخمير بتاعتها. حلو الكلام؟ طيب اهي العجينه اهي، دي بالنسبه للعجينه بتاعتنا، نبص تفاصيلها من تحت اهي زي الفل اهي العجينه اهي اهي، شوف طالعه ازاي معايا اهي اهي بالشكل ده كده. هعملها دلوقتي فوكاشيا مع حضراتكم دلوقتي حالا. حلو الكلام؟ طيب هنعمل مع بعض دلوقتي الفوكاشيا، عايز اعملها وادخلها الفرن تستوي، لان عايز لها تقريبا من الطيب 30 دقيقه في درجه حراره الفرن 180، كانك بتخبزي كيكه او بتخبزي بيتزايه، بس دي بتاخد وقت كبير شويه غير البيتزا. حلو الكلام؟ العجينه معايا زي الفل، بتاخد مرحله تخمير مهمه جدا، باجي في قلبها كده بالشكل ده كده، مكان ايديا بيخش حاجات غير صلصه البيتزا بقى، عكس البيتزا، مكان كده ما بحط صباعي كده بالشكل ده كده، بنحط سلمون وبنحط خضره زي ما انت عايزه، بتحط روزباري بالشكل ده كده. شفت العجينه زي الفل، بس بعمل حاجه حلوه كده، بحط شويه زيت زيتون هنا في ارضيه الصينيه، شفت الجو ده كده اهو زي الفل، وهنا نفس القصه. حاضر عينيا اهو، باري شويه توم حلو زي ده كده اهو. التتبيله دي مهمه جدا، عندنا زيتون اخضر وعندنا زيتون اسود، بننزل بالزيتون هنا كده دي الفوكاشيا، معانا زيتون اسود كمان كلماطه حلوه اهوت زي الفل. افكار حلوه وتغيير، مش كل يوم انا السحر فول يا ابو غازي وبيض اومليت وعجه بيض، لا لا تغيير اهو. سحور حلو اهو كده، الزيتون انا وزعته بالتساوي، ناخد الخلطه الحلوه دي كده تنزل هنا كده اهو، دي هتاخد زيت زيتون دي على فكره كتير قوي اهو اهو بالشكل ده كده، وبايدك تضغط عليهم كده. معانا سلمون اهوت، السلمون يتحط بالشكل ده كده كده اهو، ومليها سلمون كده بيني انك صرفه كده حلو اهو فوكاشيا. يا سلام السلمون ده لما يطلع مستوي فيها في قلبها اهو، درجه حراره الفرن تكون جاهزه عندك وسخن، لان دي على طول مش هتاخد سوا كتير، هي متخمره لان فيها 2 تخمير، فيها بيكنج باودر وخميره، ما يغركيش ان العجينه هشه كده، لا ده تخمير، فهتستوي معاك بسرعه كانك بتسوي كيكه اسفنجيه بالظبط، داخلها بيض، داخلها حليب، داخلها زيت زيتون، داخلها بيكنج باودر، داخلها خميره، فالعجينه هشه هنا اهو. شفت السلمون ده كتير كده اهو، الصلاه على النبي زي الفل اهو، ونحط شويه الفلفل دول عليها كمان تمام زي الفل يا عم الشيف. غرقها زيت زيتون ودخلها الفرن، اللهم صل على النبي. هيشربها كل ده، زيت الزيتون ده كله هيتشرب. ما تتخضيش. زي الكبيبه كده لما بنعمل كبه بالصينيه او بنعمل مسخن الدجاج، حبيبه زيت الزيتون، مسخن الدجاج ده اردني والكبيبه دي من المطبخ الشامي. الكبيبه اللي هي الكبه بالصينيه عشان ما حدش يعرفها ايه، الكبه المقليه حاجه والكبه بالصينيه حاجه. درجه حراره الفرن عندي 180. الفوكاشيا الطلياني بخف الدم مصريه بسمك سلمون، فيها تشكيله من الخضار والروزماري والزيتون، مكانها في ارضيه الفرن، ونسيبها كده وننساها وننظرها ونبص عليها البصه الاخيره علشان دي عايزه الفرن كده لمده 30 دقيقه تقريبا. نقفل الفرن؟ نقفل الفرن. طيب تمام، نبص على الفوكاشيا، عيننا عليها كده، ايه الحلاوه دي؟ بص عليها كده، بص لي عليها قبل الفاصل الله يوفقكم.
عيش قصدي الفوكاشيا. بص على الصورة الحلوة وصلي على الحبيب. الصورة الحلوة من داخل الفرن تتحدث عن نفسها. تعالوا مع بعض نطلع الفوكاشيا من الفرن. كويس مخرجنا الجميل فكرني بيها، يوعدك ويسعدك بزيارة النبي. بص على الفوكاشيا. ياني ياني ياني. طلع حاجات كده علشان ايه نحط عليها الفوكاشيا بتاعتنا. حلو كده؟ تمام زي الفل. ايه الاخبار؟ ايه الحلاوة دي؟ ايه السلمون ده؟ لا دي سحور بشواتي. حلو؟